ان شاء الله بغيت نقدم لكم ابتسام اللي جيت عندها من مراكش. انا ديجا شرحت لها ديالها في الواتساب داكشي اللي كتحب مني فيها ما شاء الله عليها، والله يوفقها وينجحها في العمل ديالها في هذا الميدان ديال اليوتيوب يا ربي. وتحيه للجامع كاع اللي تلاقينا معاهم واللي صبروا بينا في هذه الحفل هذا، قولها لا يخطيهم علينا وكلماتي. تحيه للمشاهدين ديال اختراع ترى تروج بالقناه العالم، مرحبا بكم كاملين. وصفات ام ياسين شاروك، وصفات ام ياسين شاروك، صراحة تحية لكم كبيرة كبيرة، وكنشكر حسين اللي جات من مدينة بعيدة باش تحضر معنا اليوم. شرف لينا أننا نتعرفوا على السيدة هذه، والمحتوى ديالها الصراحة اللي هو عالم الخياطة بأكمله، عندها ما تعطي في القناة ديالها. نتمناكم تدخلوا عليها وغتشوفوا الجديد ديالها، وكنشكرها بزاف على التعرض باش تختصر شويه السميه. الله ما شاء الله، كنتمنى تكون احسن الظروف. انا اللي قال هذا التوفيق لك، التوفيق لك. السلام عليكم متابعين الوقت يوميات. وصفات ام ياسين شار، نتمنى الله كما قالت اختي رشيدة ولا اختي ابتسام ولا الاخوات اللي معنا، انه ان شاء الله قناتها تطلع على الشاشة حتى هي وتزيد القدام، وعندها محتوى زوين تبارك الله. واقيلا هادشي هي اللي دايرها ياكي. هذه رشيدة عجبتني هذه الخياطة ديالها ما شاء الله تبارك الله، ما داكشي زوين محتوى زوين. هذه واقيلا ما نرجعوا للبلاد رشيدة حتى اختي رشيدة وصلنا هادشي ان شاء الله عليك تبارك الله يعطيك الصحه ونتمنى على الله الخير كلشي، والله يوفق الجميع ويوفق الجميع. وما نساش اختي مالكه ام نسيمه، مريت حتى اللبس مالكه، حلفت ما ترجع للمريت حتى تطلع للطوندوس. تطلعني رياضه الطوندوس ان شاء الله. استاهلي اختي مالكة، والله لا تستاهلي، استاهلي. عندها شي كلمة في تحية المتتبعين ديال أم دلال تي في. صراحة هذا الإنسان جد تلتي جاهدي من مراكش، للأسف أنا ما كنتش متواجدة في الدار دراسة ديالي الأولاني تلتي معاهم من مدينة أزرو. بكل صراحة جات الدار، يعني الوالدة والوالدة كان ياسين في الدار، ولكني للأسف ما دخلهاش، ولينا كانت خوف. والمتتبعين أنا راه صريحة، كانت خوفوا أننا يجي عندنا شي واحد أول مرة أننا ندخلو معاهم، لا ما مشاتليش علاش كثر ربي كتب لينا أننا تشوفوا في هذا الحال. مرحبا بك، السلام عليك أختي، وألف مرحبا، ونهار كبير حيت تلاقينا معاك إن شاء الله. مناسبة غادي إن شاء الله مناسبة كيفاش الفيديو قريتو؟ مرحبا ان شاء الله، الايام اللي غتجمعنا وكلها فرح وسعاده ان شاء الله. ما تنساوش ادخلوا تشجعوها ودعموها، كنقول لها مادام هي مراكشيه ومالي ضرام في مراكش، انت ولاني ساكنه في مراكش، تحقي بي من مراكش. كاينه من مراكش ان شاء الله يكون الخير، يعني ما كرهناش ندعموا كل شيء ونشجعوا كل شيء، ولكن للاسف كيكون تخوف في الظروف اللي وقع علينا، راكم عارفين بلا ما نشرح. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يجيب النصر من عنده باش نشجعوا المتتبعين ديال قناه شعوبه من طنجه للغويره. شويه شويه ان شاء الله كل شيء غادي يدعم، كل شيء غادي يوصل، كل شيء غادي يدير.
لان راه ما يقدرش دير كلشي في النهار ولا كلشي في دقه واحده. بدا بشويه ديال الصبر ان شاء الله، حتى حنا هكا بدينا يعني راه الصبر، الا ما كانش الصبر ما كاين والو اختي. بدا يصبر ويكافح وهذه باش يوصل ان شاء الله. تحيه للمشاهدين ديال اختي دلال تي في، كنشكرها بزاف بزاف اللي جات من مدينه بعيده باش تحضر معايا اليوم، وليا شرف كبير انني نتعرف على السيده هذه. بارك الله فيك، كتمر واحد المرحله صعيبه شويه، ما تقدرش اي واحد جاي دق الباب غادي تحلو صعيب شويه الحال. والوهم لينا شرف كبير انها جات تحضر معنا اليوم بحال اللي حضرت معاها الشرف ديال عيد ميلاد الاسلام. حنا راه هذا العيد الميلاد راه درناه من اجلكم، من اجل المتتبعين ديالنا، من اجل اصحاب القنوات. ما نقدرش انا استقبل اصحاب القنوات كاملين في داري، حنا كتعرفوا الظروف ديالنا. انا اصلا جايك حسابني ولا اي واحد، حنا عاوتاني عندنا الكوميرس، ما نقدرش يعني اي قناه نمشيو ننتقلوا عندها للمدينه ديالها. كم عارف الظروف ديال حنا عندنا شويه الكوميرس. ودابا هذه مناسبه درناها يعني باش الناس اللي تقدر مرحبا بهم. المناسبات كينفعوا والله العظيم، تيجمعوا الصحاب كلشي كيمشي فرحان ونشط. ما كرهناش كل سيمانه بغينا ان شاء الله نقرب على بعض نجمعوا شي حاجه زوينه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يلا وختميك لا وحنا المتتبعين حبيب مصمم النهايه ديال الفيديو ديالنا، نتمنى عمر يكون مفضل ومزيد من تألق الجميع. مرة أخرى شجعوا دلال، شجعوا رجاء، شجعوا المغرب حتى لهنا. كنتمنى نكون تشجيع اختي. مع السلامة.